احتفل المجلس القومي للمرأة بتوزيع عدد من الأجهزة الكهربائية والجوائز على نحو 200 فتاة يتيمة بمحافظة الجيزة. وأكدت إحدى عضوات المجلس أن له دورا كبيرا في دعم غير القادرات واليتيمات بشكل فاعل ومكثف، مشيرة إلى أن المجلس يعمل على تنفيذ خطة عمل ستلقي بآثار إيجابية على حياة المواطن. في هذا السياق قالت عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة نشوى الديب أن المجلس أسهم في تقديم العديد من المساعدات للمرأة فضلا عن تمكينها اقتصاديا، وأشادت بما قدمه المجلس من دعم للمرأة المعيلة والمحتاجة. الحقيقة المجلس القومي أصبح الآن مجلس للمرأة المصرية كاملة. في السنوات السابقة ربما في الحقيقة كنا بنشعر أنه هو بيهتم بس بالمرأة الفوقية اللي هي مستوى مختلف عن المرأة اللي موجودة في النجوع وفي الأرياف وغيره. هو وسع دائرة اهتمامه بالمرأة وقضايا المرأة، وسع كمان اهتمامه مش بمجرد بس قضايا في قوانين وتشريعات، وإنما أكتر من كده وصل إلى اهتمام بحماية المرأة وتمكينها الاقتصادي. هذه الفعالية وهي جبر الخواطر فيها حاجتين: توزيع لشهادة أمان. في الحقيقة هم عملوا عدد كبير جدا تجاوز 1500 على ما أظن شهادة للأمان، أيضا توزيع أجهزة جهاز العرايس خاصة السيدات الفقيرات والبنات الأيتام وغيره اللي هم ما بيقدروش يكون عندهم هذه الأجهزة. كما أوضحت مقررة المجلس القومي للمرأة بمحافظة الجيزة مجدة محمود أن المجلس أطلق مبادرة جبر الخواطر لتلبية احتياجات المرأة المعيلة وتوفير فرص عمل مناسبة لهن. احنا عندنا عاملين مبادرة فرع المجلس القومي للمرأة فرع الجيزة، عامل مبادرة اسمها جبر الخواطر. المبادرة دي احنا بننطلق بيها سواء من داخل المجلس او خارج المجلس، بمعنى لما بننزل ترقى ابواب نلاقي اي حالة انسانية محتاجة اي حاجة، مكنة خياطة، عربية فشار، فرن، بنحاول احنا كاعضاء بينا وبين بعض بنجيبها على اساس ان احنا بنفتح باب رزق حلال للمرأة المعيلة او اللي بتعول اسرتها او حتى اللي بتساعد جوزها على المعيشة. فاحنا في اطار مبادرة جبر الخواطر عملنا على مدار شهر رمضان توزيع شنط رمضان، توزيع مواد غذائية، وبنختم بقى الشهر الكريم والنهاردة ليلة القدر إن شاء الله بجهاز العرايس.